أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل من ترايق، وأبو شمردل بيسأل عن شيخة، وشمردل كالعادة بيصد ومش حابب له أبدا إن هو يتجوز من شيخة. أما بعد كده فطبعا موضوع السمك اتفضح، ومية عرفت كمان إن شيخة بتحب عادل أبو شمردل، وراحت هناك عند السمك علشان خاطر تشوفه أو تقابله هناك، وقررت كمان ان هي تساعدها في الموضوع ده، وانها كمان تجيب بعض المعلومات من شمردل عن ابوه. نيجي بعد كده وبنشوف ان مي جايبه سمكه لشمردل، وبعد كده بتعرف معلومات وان ابو شمردل رايح دلوقتي حالا على سوق السمك، وبتروح وبتتصل بخالتها شيخه وبتقول يلا بينا دلوقتي حالا على هناك. بيلبسوا الايه، عبايه السمراء، بيروحوا هما الاثنين. شمردل طبعا اول ما عرف ان هم هيروحوا او حس كمان، لان ماي كانت بتتصنت عليه، راح على طول علشان خاطر يقول لابوه ان هو مش لازم ابدا يروح، ويمنع ابوه ان هو يروح على سوق السمك. شيخه ومي راحوا علشان يدوروا على ابو شمردل، ما لقيوش حد هناك، فبيشتروا بسطة سمك ومش عارفين يعملوا فيها ايه، فقعدوا ان هم يبيعوها يعني مع بعض، لكن ما قدروش ان هم يبيعوها. نوال بتحاول ان هي تلفت انتباه حمد، لكن هو متضايق جدا من فراق هيا ومن زعله معاها هيا، وبتخانق مع مراته، وهي كمان بتكون متضايقه كتير وبتخرج وبتكون متعصبه جدا. بالنسبه لشيخه ومي بيروحوا بيبيعوا السمك بدينار علشان يخلصوا منه، علشان ما يروحوش بيه البيت، وطبعا كانوا مستنيين ابو شمردل يروح لكنه ما راحش ابدا. وملاقي كمان ان بيتظاهر شمردل ان هو تعبان وابوه مش عارف يعمل ايه، وبيقول ان هو هيدق على الاسعاف، وبيتظاهر بالتعب علشان يمنع ابوه من ان هو يروح. لكن بعد ما عرف ان خلاص المفروض سوق السمك مش هيبيع خلاص، وان هو يعني قفل، قام على طول. ونوال بتروح وبتفضفض لليلى وبتقول لها ان حمد مش بيحبها، وان هي مش عارفه تعمله ايه، وانا ازاي تقدر ان هي ترجعه ليها من جديد علشان خاطر يحبها. ابو شمردل بتوصله صوره لحريم كانوا بيبيعوا على البسطة، وبيعرف ان الحريم شيخة ومي. اما بالنسبة لعمار وهي فهما هيكونوا القابل الجديد، وبيروحوا بيتقابلوا مع بعض وبيتكلموا سوا، وبتكون طبعا هي مضطرة تعمل ده. اما بعد كده فشمردل بيروح وبيقول كل حاجة لابوه، بيقول له الحقيقة وان فعلا اللي في السوق هما مي وشيخة، فراحوا بيتهم اخر الليل. طبعا شمردل ما كانش عايز يروح، لكن ابو شمردل كان عايز عشان خاطر عايز يخطب شيخة. مي كانت مكسوفة وكانت فاكرة ان هم جايين يخطبوها لشمردل، لكن كانت صدمتها قوية بعد ما عرفت الموضوع كله، وان ابو شمردل هو اللي جاي عشان يخطب شيخة. مي طبعا اتصدمت. مشعل بيروح وبيهدد ليلى ان هو هيقول لكل الناس اللي في الجريدة عن مراهقتها وعن شخصية جنان اللي هي بتعملها، وطبعا مقابل ان هي ترجعوا الشغل. بعد كده بنشوف ان بيطلب عمار من هيا ان هي توصله، وبتوافق ليلى ترجع مشعل على شرط ان هو يراقب لها عمار وهيا الفترة دي ويجيب كل الاخبار عليهم. مي بيجي لها خيبة امل كبيرة، لانها كانت فاكرة شمردل جاي علشان يخطبها، لكن كانت مفاجأة قوية جدا، وشيخة كانت مبسوطة ان اللي جاي يخطب هو ابوه، فكانت فرحانة ان هي هتتجوز من ابو شمردل. وطبعا شمردل اصلا ما كانش موافق على الجوازة دي، لكن اضطر يعمل كده علشان يجاري ابوه. عمار كمان طلع بخيل جدا وبيقول لهيا توصله. بتوافق ليلى ان هي تخلي مشعل يرجع يشتغل من جديد. وليد بيفرح لما بيعرف ان شيخة انخطبت، وبيعرف كمان من مي اسمها الحقيقي. مي بتحكي لشمردل عن وليد، لكن هو مش بيغير وما كانش همه ابدا اللي بتحكي، وقال لها تبطل شوية كلام وتقعد ساكتة وتركز شوية وتتقل، متعمد ان هو يهينها على طول. ابو شمردل وشيخة راحوا مع بعض في لقاء علشان يتعرفوا على بعض قبل ما يتجوزوا. وبتخلص الحلقة على كده، وده كان ملخص لأحداث الحلقة الثامنة من مسلسل من ترايق. اشوفكوا على خير، باي باي.